كيكونوا باستيلو فيه نيتلي باري اللي هما هادو، هادي كتكون استعمال فردي مره واحده كتلاح في لابوبيل بحال ملي كتمشي عند دونتيست وكيخدم لك بالبره نفس الشيء. دونك كنحلوها كنخدموا بها، دونك كنغيكليو هنايا المقياس اللي غنخدموا به على حساب الغرق ديال الشرطه فين كاين اللي عند غير كنخدموا ما ماشي حتى الشرات لاكني اللي كتبقى تقابي ديال الشلت كتخدمي بها لي سيكاتريس اللي داروا لي زوبيراسيون ولا سيزاريان ولا اللي كتخدم في كدير كتفتح على الكواط كاع جميع لي سيكاتريس سواء شيروجيكال سواء لي سيكاتريس اكني سواء دونك ولا بيان سور شراتي ديال اللي عندنا كيكونوا عندنا ديال الولاده ولا ديال الغلدول. دونك هادو كيتخدموا به فيها اباري كنريغليوهم على حساب الغرق ديال لا سيكاتريس فين كتكون. اول حاجه كنديزانفيكتيو كنديروا لي غون بيان سور حيتاش باش كنيفيتيو لي غون. دونك كنخدموا بلي غون كنديزانفيكتيو لا زون المنطقة اللي غنخدمو فيها كنديزانفيكتيوها بالالكول دونك ولا ان انتيسيبتيك ولا ان ديزانفيكتون كنديرو ان سيروم من بعد لو برودوي باش كنخدمو لي فيرجيتور اي لي سيكاتريس كاملين يا اما كنخدموهم بلي سيروم فيتامين سي يا اما كنخدموهم على حساب كل وحده والحاله ديالها يا اما كنخدموهم بلا كريم فيها لاسيد هيالورونيك. دونك الاغلبيه كنخدموا بلا كريم لاسيد هيالورونيك في لو كور ما كنخدموش بها في الوجه حيتاش كتكون فوتو سنسيبل. هذا حتى هو كيكون بحصص على حساب كل وحده الحصه السن ديالها سورتو دونك كل وحده ولا بو ديالها. دونك هذا كيتخدم من 6 سيانس كتكون كافيه بالنسبه للوجه ان يعطيك ان ريزولتا زعما واحد اونتي اج فريمون اكسيبسيونيل. هذا دونك كيعطيك واحد الريزولتا مانيفيك. هذا ماشي بحال لازير كاع كاريمون مي هذا تقدر دير معاه بروتيكسيون سولير وتخرجي عشيه فان فلا فان دابخي ميدي كتكون شميشه شويه. دونك هذا في الجلد كيتخدم بلا كريم اللي فيها لاسيد هيالورونيك كتخدم سوا كنديرو ان كونترول كنديرو الحصه الاولى كتعطي ريزولتا ابري لا بروميير سيونس. هذه الحصه الاولى كيبان لك ريزولتا تقدري كنديرو فوتو افون ابري باش انتي كتشوفي تقدري ما يبانش لك مي من في التصويره كيبان لك. دونك كتبان لك تحسينات ما غنقولوش مشات من الاول حصه ورا حصه كيبان الريزولتا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.